رحمة الله عليه. هذا الرجل ترك أثرا في نفوس طيبين من الناس وفي نفوس المسلمين وفي نفوس أهل الزوايا، فرحمة الله عليه. اللهم اجعل قبره روضة من رياضي جنة، وإن شاء الله الجزائر ولادة. سأسأل لنا من يخلف هذا الرجل العظيم. أستاذ علي فضيل ربي يرحمه برحمته الواسعة، وإن شاء الله هذه التربة الذي احتضنته هي أرض الجزائر وهي محضونة بدماء الشهداء، فإن شاء الله ربي عز وجل نقول اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اغفر له ولجميع موتانا، وإن شاء الله ربي عز وجل يلحقنا بهم مؤمنين مسلمين لا مبدلين ولا مغيرين.